السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومتابعينا وين ما كنت، والله يحييكم في ليلة جديدة من ليالي الجنادرية، من ليالي الوطن، تحت هذا السقف الذي يتواجد فيه معي ليليا أبناء الوطن من كل أنحائه ومن كل مواقعه. يجتمع أبناء الوطن في هذا المهرجان الوطني الذي يسجل الرقم 31 في عمر ازدهرت فيه المملكة العربية السعودية وزادت في البناء، لكنها تحافظ على موروثها وموروث أجدادها وأبائها السابقين. مشاهدي الكرام، الله يحييكم وأذكر بأن هاشتاغ برنامج مجلسنا هو الوسيلة لتواصلكم معنا من خلال تغريداتكم، كذلك اللوحات المتوزعة في أنحاء المهرجان للقادمين. إذا تجولت في المهرجان ستجد لوحات ومكتوب عليها صور، سنبث صورتك في مجلسنا، التقط الباركود سناب شات الذي متواجد على اللوحة وحتى الذي سيعرض على الشاشة، وصور اللقطة التاريخية التي ترى أنها مناسبة وتتوائم مع البث التلفزيوني. نعدك بأن تراها على شاشة قناة كل الوطن، قناة السعودية. الله يحييكم في هذا اليوم وهذه الليلة من ليالي الجنادرية، وأرحب بضيوفي مشاهدين اللي وعدناكم يكونون أطياف متنوعة ومن مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية، يجتمعون لكن على قلب واحد وعلى قلب رجل واحد في محبة هذه البلاد. مشاهدينا من اليمين رحب بالعم إبراهيم الرواشد وهو المرافق الدائم لي في هذا المجلس والخبير الذي نعتبره خبير في التراث. الله يحييك عمو. أمسي عليك وعلى المشاهدين وأمسي على عيالنا بالحد الجنوبي، وأدعي أن الله يوفقهم إن شاء الله ويسدد رميهم ويثبت العرض، وإن شاء الله أن الله يردهم لأهلهم سالمين. و هذا واحد أكيد شايفك على الهواء ويبغى يخرجك ويسدد رميهم إن شاء الله ويوفقهم ويردهم لأهلهم سالمين. آمين. ويشفي مرضاهم آمين، مصابيهم ويرحم شهدائهم آمين، وقولوا آمين جميعا إن شاء الله آمين. الأستاذ إبراهيم العبيدة حرفي في خراطة السبح، قادم من جناح حائل، الله يحييك. الله يحييك ويحيي الجميع، وشرف لي تواجدي معك ونمسي بالخير أخواننا بالحد الجنوبي وندعو لهم وقلوبنا معهم، ونسأل الله لهم أن الله يحفظهم ويرجعوا لها لهم سالمين اللهم آمين وغانمين إن شاء الله. اللهم آمين، يستاهلون والله، مهما قلنا في حقهم فهو قليل، دائما نتذكرهم، وأقل ما فيها أن ندعو لهم فالدعاء مخ العبادة. مشاهدينا الكرام، المهندس رائد سمرقندي المشرف العام على بيت مكة المكرمة، والمقصود هنا بمكة المكرمة العاصمة المقدسة مهو الأفئدة. الله يحييك مهندس. أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ ناصر، أهلا وسهلا بجميع المشاهدين، وكما بدأ إخواني ندعو لجميع جنودنا البواسل في الحد الجنوبي بالتوفيق والسداد يا رب. إن شاء الله. اللهم سدد رميهم يا رب العالمين. الأستاذ محمد السنون نهام من الشرقية، واعدنا اليوم قال أنا أوريكم الشغل والبحر والغوص، وتسمعون إن شاء الله منه ما يسركم. الله يحييك يا أخوي. حياكم الله، وهذا شرف لي تواجدي وياكم، أمثل الشرقية في ثراث البحري، ويعطيكم الله العافية، و صراحة يعني جميلكم تاج على رأسنا إن نظهر بهذا المظهر ونوصل المعلومة إلى الناس جميعا، والله ينصر جنودنا وجنودكم آمين. وعلى رأسنا وتاج على رأسنا إن شاء الله، ويعودوا سالمين غانمين. بالعكس يا أخي، جميل هذا التلاقي بين كل أبناء المملكة العربية السعودية، هذا اللي تجسده الجنادرية واللي نؤصله في هذا البرنامج مجلسنا وهو برنامج كل الوطن. مشاهدينا الكرام، عندما نتحدث عن الوطن نتحدث عن أبنائه الذين يتواجدون معنا من كل أنحائه. الله يبارك لنا في بلادنا ويسدد رمي جنودنا ويحفظ لنا ولي أمرنا وقائد هذه الأمة ملك الحزم والعزم ملك سلمان بن عبد العزيز وعضديه محمد النايف، محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد رجل الأمن الأول في هذه البلاد، وكذلك ولي العهد الأمير الشاب محمد بن سلمان بن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الوزراء، النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير دفاعنا. الله يسدد رم كل رجالنا سواء كانوا على الحدود أو حتى في الداخل. مشاهدينا الكرام، الأستاذ أمير بن عبيد وهو رئيس وفد مشاركة إمارة منطقة المكرمة بالكامل، وبالمناسبة اليوم احنا كلنا
ضيوف عند مكة، زي ما كنا أمس ضيوف المدينة اليوم لا ضيوف عند مكة ونتشرف بهذا. الله يحييك يا أخوي. الله يحييك أخوي ناصر، وصراحة يعني نشتاق كل عام إلى هذا البرنامج الجميل الذي هو دفعنا الآن في الأجواء الباردة الكبيرة، وتدعي على ما قاله الزملاء بالدعاء إن شاء الله لجنودنا في الحد الجنوبي، والله يكون معهم إن شاء الله. آمين اللهم آمين. أستاذ زكريا مديني حرفي نجار من المدينة المنورة يشرفنا كذلك من مدينة الرسول المصطفى، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الشرف لنا يا أخي بالجهة الطيبة هذه من جميع أنحاء المملكة من الأرض الوطن الغالي، ودعوة كذا خالصة من قلوبنا لجنودنا على الحد الجنوبي، الله ينصرهم ويرجعهم لأهلهم سالمين غانمين يا رب. آمين. أستاذ عثمان أبكر مشرف البيت الفرساني، ومن لا يعرف هذه الجزيرة في ذلك الأرخبيل بجزرنا المتوزعة في حدنا الجنوبي كذلك في جزائرنا. الله يحييك يا أخوي. أحييك أستاذ ناصر وأحيي الأخوان مكافة المناطق. كوني أحد أبناء جيزان أنقل لكم تحيات أبناء الحد الجنوبي بحيث أنني قريب من الحدث. قريب من الحدث أكيد يعني كلنا، والحمد لله وضعنا ما في أحد منا حتى البعيد قريب. أكيد الله يسلمك. أشكر الأخوان الذين بعثوا بتحياتهم للجنود الوطن. تستاهلون تستاهلون. عبد المجيد الاستضافة الله يحييك. عبد المجيد العمري، وأنت شاعر وتمثل منطقة عسير في هذا المجلس لهذا اليوم، الله يحييك عبد المجيد. الله يحييك أستاذي الغالي ناصر، وأنت لساننا الفصيح. الله يسلمك. الله يطول عمرك. وأتشرف والله أني ممثل لمنطقة عسير في ضيافة منطقة مكة، ونعتبر كلنا ما نقول منطقة واحدة، أسرة واحدة. أكيد ما في شك. في ظل هذا الوطن الشامخ تحت قيادة مولاي سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ونائبيه، وأنا يعني نسأل الله سبحانه أن يديم أمن هذا البلاد تحت رايته، وأن ينصر جنودنا. آمين. ونحن جميعا جنود لهذا الوطن. على بال ما أعرف بضيف الثاني، وبس الأخوان في مكة الله يكثر خيرهم اليوم ضيفونا بماء زمزم، اللهم أجمل هذه الضيافة، شكرا لكم. الأستاذ عبد المجيد العمري عرفنا عليه، الأستاذ ماجد بن فريح الشمري وهو شاعر جاي من الجوف، أهل ما يحتاج الجوف، أهل الزيت وأهل الشغل الزين، الله يحييك. ما عليك زود، الله يبديك ومسي عليك وعلى الحضور وعلى المشاهدين الكرام، وادعي لاخواننا بالحد الجنوبي، واسال الله العلي القدير ان ينصرهم على من عاداهم وان يعزهم في ظل قياده سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. الاستاذ سالم الجهبل القادم من الحدود الشماليه. اهلا وسهلا. ما شاء الله انت الشعراء ثلاثه، عسير والجوف والحدود الشماليه، اليوم مباريات. الله يحييك يا اخوي سالم. الحين كلنا سوا ما في شك. الله يحفظ ويغفر للملك اللي وحدنا. آمين. بعد ما كنا شتات متفرقين، اليوم كلنا نحمد الله ونشكره. ومسي عليكم وعلى الجمهور وعلى المشاهدين وعلى الوطن وعلى المرابطين في الحد الجنوبي. استاهلون. وأحمل لهم بطاقة شمالية. ها. الولا منا مطلوبي، كلنا الحد الجنوبي، كلنا الحد الجنوبي. الله عليك، يعطيك العافية. اسم الحدود الشمالية. القادم من الباحة ويحمل لنا، طبعا هو أصلا عسل وجايب معاه العسل. الله يحييك يا أخوي عادل الغامدي، اليوم أنت تمثل الباحة وجاينا بالشيء الطيب، الله يطيب. الله يبقيكم ويسلمكم، ولينا الشرف أن نكون بين أخواننا وفي وطننا الغالي هذا، الله يحميه ويديم عز على الوطن كله ويحمي جنودنا في الحد الجنوبي. اللهم قلوبنا معهم وارواحنا معهم، وان شاء الله يرجعون منصورين باذن الله. يا رب يا رب ان شاء الله. اذا مشاهدينا، على هذه الكلمات الرائعه وهذه الرسائل التي اتتكم من كل يعني حدب وصوب، من كل ارجاء المملكه العربيه السعوديه، شمالها والجنوب، شرقها والغرب، وحتى الوسط، من قلب العاصمة السعودية الرياض، من هنا من الجنادرية التي تحمل الرقم 3 1 بعد 30، مشاهدي الكرام نبغى نطلع نشوف تقرير. إذن ننتظر الشباب يقولون ما جهز تقريرنا، نبدأ مع أهلنا في مكة. الله يحييكم اليوم، شرفتونا، شكرا جزيلا على قبول الدعوة. حابين نبتدي معكم، وش جديدكم يا أهل مكة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لك أخوي ناصر. احنا
ولله الحمد يعني توجيهات من سمو سيدي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة سمو الأمير خالد الفيصل، كل عام ولله الحمد مشاركة المنطقة بتكون فيها مستجدات جدا جديدة وتطورات جدا كبيرة، ولله الحمد احنا بنشارك العام هذا بالثلاث بيوت الرئيسية لجدة ومكة والطائف، بالإضافة إلى توجيهات سموه بالتنوع في مشاركات محافظات المنطقة بالكامل بما يخص الفلكلور الشعبي أو السوق الشعبي والحرفيين، ومشاركات من الإدارات الحكومية بالمنطقة والجمعيات الخيرية أيضا. والمستجد الأساسي ولله الحمد لهذا العام معرض مكة المستقبل، المعرض الذي يعرض أكثر من 13 مشروع تنموي محافظات المنطقة بين الحاضر والمستقبل إن شاء الله، وبرنامج سمو سيد الأمير خالد الفيصل من ملتقى مكة الثقافي كيف تكون قدوة إن شاء الله لتعريف الزائر، ونكون قريبين منهم إن شاء الله في الرياض ونعرفهم عن الشيء بإذن الله اللي موجود عندنا في منطقة مكة. ممتاز. بما أن الكلام عن العاصمة المقدسة، الحديث اليوم والضيافة عند العاصمة المقدسة، و المهندس رائد سمرقندي هو المشرف على بيت العاصمة المقدسة ومكة في مهرجان الجنادرية، أبغى أسأله وش بتقدمون لجمهور السنة هذه؟ الجمهور دائما اللي يأتي الجنادرية ينتظر الجديد من سواء المشاركين سواء على مستوى المناطق أو حتى على مستوى الأجنحة اللي جرت العادة مشاركتها. حقيقة أمانة العاصمة المقدسة حريصة على المشاركة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة سنويا، وتوجيهات معالي الدكتور أسامة بن فضل البار أمين العاصمة المقدسة بالإظهار بالمظهر اللائق باسم أمانة العاصمة المقدسة لتقديم الموروث المكي، والموروث المكي القديم وأصالة الزمن الجميل. الله. طبعا الذي اتسم بجمال التقاليد الحجازية وعبقها العتيق، يمثل طبعا ملخصا للبيت المكي من خلال معايشة العلاقات الأسرية والاجتماعية التي تشكل النسيج العمراني المترابط في المنطقة. الجديد طبعا كبيت مكة سنويا نفاجئ جميع الزوار سواء في الفترة الأولى والفترة الثانية، فترة الشباب أو فترة العوائل، مفاجآت عديدة بهدايا للزوار. السنة جبنا الرسام الفنان التشكيلي وجبنا الخط العربي، بالإضافة إلى برضو ما غفلنا دور الأطفال، عملنا رسومات للأطفال وتلوين وهدايا ومسابقات لجميع الأطفال، بالإضافة إلى التصوير الفوري. التصوير الفوري هذا حيكون طبعا مفاجأة، إنه أي شخص يقدر إنه يأخذ صورة تذكارية من بيت مكة سواء بالزي الحجازي أو كما رغب الصورة محل ما يبغاها، هدية مجانية لجميع الزوار. الله يعطيكم الصحة والعافية، وأكيد بنتكلم وعندنا مشاهدينا تقارير، لكن خلونا نشوف لون من ألوان مكة على الهواء مباشرة مع الفيديو اللي جتنا من العاصمة المقدسة، نستمع لهذا اللون مع المجلس. أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما بدون تردد، أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد محمد.
أمانة عليكم يا خلقي ربي يا ربي ربي وتحمي وطننا وتحد الجنوبي والحد الجنوبي وتحمي ملكنا وتحمي وطننا واي واي يا ليلا يا ليلا 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 الصحة والعافية تستحقون تحية من مجلسنا شكرا جزيلا لكم. نبغى نسمع النهام. أنا النهام الشرقاوي جذوري أنا أشوفك تبي نعديك عدينا لا حاضر جاهز طبعا هذا موال من الشرقية يعني أنا أعجز عن الشكر إلى إخوان في القناة السعودية إلى استضافتي توصيل هذا التراث إلى إن شاء الله يوصل المنطقة الشمالية وال... هذا هو واصل عندك سالم الجهب أنا توصلت عن طريقه الله يحييك أنا متأكد كل الوطن يشوفك أنا أقول سلام يا عزوتي سلام يا عزوتي أهل اللزم واشداد ملادي في ظلكم والله ملادي في ظلكم يحمد من الأشداد عاداتكم بالحروب والله عاداتكم بالحروب أهل الصخا واشداد والله واشداد كمر على الخيل كمر على الخيل وعلى المردفات اشداد يلا قوي وياي تسلم تسلم الله يعطيك الصحة والعافية يا رب. نشوف المدينة المنورة ها اليوم وش جايبين معاكم؟ والله جايبين شغل النجارة. طبعا الحرفة هذه اللي أخذت حقها في جميع مدن الحجاز سواء مكة المكرمة أو جدة أو الطائف وخصوص المدينة أيضا في كل مجالاتها يعني النجارة اشتغلنا في المدينة احنا وانشهرت عوائل كثير في النجارة. أهم الأشياء اللي اشتهرت فيها شغل الرواشين اللي يسموها بعض الدول المجاورة المشربيات. أول ما ظهرت المشربيات أو الرواشين هذه اللي بالشكل هذا بداية الدولة هذه اللي تتركب في واجهات العماير في واجهات العماير أحيانا تكون في المدينة إلى الآن لا زال نستخدمها في المدينة ويستخدموها في مكة ويستخدموها في جدة لا زال بس هي كلفتها غالية. لما جاء الألمنيو والشبابيك الألمنيو يعني أخذت محل هذه الرواشين لكن هذه الرواشين لا زالت موجودة ولها طابع ولها ناس اللي يحبوها في مكة والمدينة وجدة والطائف وينبع طبعا ما ننسى ينبع طبعا ينبع هي تابعة لمنطقة المدينة
ايضا اشتهرت ايضا في الرواشين، بس لكن في نقطه، الرواشين حقت مكه غير وحقت المدينه غير وحقت جده غير. انا لما اشوف الروشان كصانع للرواشين اعرف هذا الروشان حق مكه وهذا حق جده وهذا حق المدينه. كل روشان من الرواشين له خواصه. الان اسمح لي استوقفك واروح لي المهندس يرد على الموضوع هذا. لا بالفعل هو كلام عمنا صحيح، بس لكن في الفترة الحالية مع وجود التكنولوجيا اختفت الحاجة للروشان، لكن الروشان له بس تحس الناس مهندس رجعوا للموضوع نعم بالفعل، حتى صاروا يسووه بالألمنيوم زي ما قال، انه كلفة الخشب عالية جدا. يعني ممكن واحد روشان يطلع فوق 30,000 ريال، فمكلف جدا على شباك واحد، يعني على شباك واحد. فهو ممكن يعرف السعر أفضل، يعني هو يدينا السعر أفضل من أنا أعطيك سعر، لأن أنا أعطيك الوظيفة. الروشان له وظائف كثير، أول شيء جمالية. أنا توبة بسألكم بقول لكم إيش القيمة من إني أضع الروشان؟ نعم، أول شيء جمالية للبيت، هذا الشيء الأول. لكن الخصوصية اللي بتعطيها اللي داخل البيت وخارج البيت، اللي داخل البيت يقدر يشوف اللي برا، اللي برا ما يقدر يشوف اللي جوا. ممتاز، هذه أهم خصوصية يعني للنساء، لما يقدروا يشوفوا من الشباك، اللي برا في الشارع ما يقدر يشوف النساء من الداخل. فهذه أهم خصوصية. غير كذا إنه تلطيف الجو، غير كذا صد وحماية الغبار. نعم، فله خصائص كثيرة. وتعمل حتى خصوصية للبيت، هي هذا أهم شيء، الخصوصية هي أهم شيء. وله خصوصية كبيرة. وبعدين أنا الآن أتعاونت مع دكتور في جامعة الطائف، عندي ابتكار جديد إن الروشان هذا أخليه بنفس الوظائف اللي كان يقوم فيها. حركب يعني، في عندي فكرة الآن أدرسها إن شاء الله، حيكون فيها وحدة مركزية، وحيكون فيها الوحدة الخارجية والداخلية، بالإضافة إلى الجوارب حيكون فلتر للهواء، وحيكون من الواجهة يستر البيت، ونفس الشطر الجديد اللي طالع حيكون على نفس الشكل. فأنا هحط الوظائف الجديدة في الروشان القديم. الله عليك. بس هذا الابتكار الجديد استخدمت، أنا برجع لك مع ابتكارك، لكن جميل استخدامنا للقديم ونوظفه بشكل حديث، وهذا اللي نقوله. متى نستخدم التقنية والحفاظ على موروثنا؟ إيش رأيكم أنا وإنتوا نروح نشوف تقرير عن مكة ونرجع؟ تفضل. توكلنا على الله. السروجي هو صناعة أحزمة جلدية، نشاط سروجي. الأحزمة المشتغلة، أيوة، وفي جنبه أحزمة سادة اللي هو طبقتين زيه نفس الجلد، وفي منه أبو شنطة اللي أبو قفل. هذه أحسن شيء اللي يمشي عندنا. نستخدم أول شيء الفصوص، مسامير، طقاطق، وثاني الجلد أصلي جلد بقر، لأنه هذا الحزام المشتغل هذه الأسود أبو قفل، لو اشتغلت أنت رواقتك يأخذ يومين كامل. احنا جايين هنا لعرض نعرض نعرف الشباب طال عمرك على جميع الاجهزه القديمه اللي اشتغلت قبل السي دي دي، يعني ابتداء من اول جهاز. هذا الجهاز يشتغل عن طريق الهندل بدون كهرباء، يعني قبل ما تنزل الكهرباء صنع الجهاز هذا يشتغل بالهندل هذا زي كذا، شايف يتعبى زي كذا. بعد كذا نفك الفرم حقه هذه عشان يبدا يدور، ننزل الذراع هذا اللي فيه الابره على اول اسطوانه، ويبدا يطلع الصوت مع ميكروفون النحاس هذا، شايف. طيب هذا حق التصفيه حق الصوت حقه وكذا. طيب بعد كذا جاءت الكهرباء وصنعوا الجهاز هذا البيكم، اشتغل على اسطوانه خفيفه وذراع خفيف، شايف. طريقته سهله وخفيفه ورطب يا ابسط من هذا قبل كهرباء، حتى ما في مفتاح يرفع الصوت ولا يرخي ولا شيء، على هذا طول دايركت. طيب جاء بعدها الريل، هذا الريل فيه اسطوانه فاضيه واسطوانه مليانه. الاسطوانه الفاضيه هذا نركب فيها اول الشريط ونلف باليد كذا حتى نحزن المسكت ونشغل. بعد كذا صنعوا الكاترج، الكاترج هذا شريط بس عدد كبير جاء في السيارات الموديل القديمه 78 77 وقطع.
النحاس هذه وراثة أب عن جد، وعن ورثة من أبونا، ونعمل فيها عبارة عن وراثة. نشتغل يمكن حول 25 سنة أو 26 سنة فيها. والله شوية صعوبات في البداية معايا أنا، لكن الوالد الله يرحمه علمنا فيها الصبر. أهم شيء يكون فيها الصبر، وتتقن الحاجة اللي تسويها. أنت لازم تكون معك يعني خلفية عن هذا الشيء، أو إلمام أو هواية حتى تتقن هذا الشيء. أول شيء سويت عبارة عن قدر، الوالد الله يرحمه أعطاني المواد وقال لي اصنع في هذا القدر ده. طبعا سويته أنا، بس ما هو على وجه المطلوب الإتقان اللي يبغاه هو، بس يعني شوية شوية مع التكرار ومع هذا تعلمت. جميل هذا التقرير مشاهدينا، نقلنا بين الموجود في جناح مكة، ولا ودنا نحرق عليكم كل الأوراق، الناس بعد تجي بتشوف، لكني دائما أفتخر بصنع بأيادي سعودية. هذا التقرير بأنامل سعودية وبشباب سعوديين. شكرا سعد العليان، شكرا راشد السبيعي، شكرا حمد البابطين، شكرا سلمان السريس، شكرا لزملائي اللي يقفون الآن خلف الكاميرات، والذي يدير كفة هذه الحلقة أحمد بن عايض العتيبي. شكرا يا شباب، يعطيكم العافية، أنتم فخر لهذه البلاد، مثلكم مثل الناس اللي كل في مجاله نفتخر ونفاخر فيه. نشوف موضوع السباح، يعني خلنا نتكلم. أنا يعني في نظري يعني أنه مكة المدينة سبح أوكي، لكن حايل جديدة يعني حايل سبح. خلنا نشوف الأستاذ اللي اليوم جاينا من حايل، الأستاذ إبراهيم العبيدة، وش قصتك مع السباح؟ يا هلا الله يحييك. داخل كذا ترى على موضوع مكة و تفضل. السباح هواية. جيد. هواية أنا عالم آخر ها؟ أنا هوايتي السباح. إي. فطبعا أنا موظف وبعملي، لكني حبيت هالهواية هذه واستمريت بها. من متى؟ يمكن من حدود 15 سنة ما شاء الله، وأنا عليك بهالهواية هذه ما شاء الله. لكن شغلة الخراطة والتصنيع ما جت إلا تقريبا من حوالي 5 سنوات. أنت تحولت من الهواية إلى أني أبدأ أصنع. الاحتراف. أيوة. وابتديت يعني بالتطوير، وابتديت أطور نفسي لحد ما وصلت أنه شفت أن الهواية هذه أني أستثمره بشيء يرجع لي بعائد كويس. ويعني انا جاي هنا بوصل رساله لشبابنا انه هوايتك هذه طول. يعني ايا تكون الهوايه بامكانك استثمارها وتدر عليك دخل، ويعني وتكون ممتعه، شيء ممتع، وراح تتطور فيها بسرعه. تطور، تعلم. بالضبط. يعني أنا ابتديت بشيء بسيط، ابتديت بتصليح أسلاك وتخريم وتوسيع وما يعني أشياء بسيطة. مدري كذا أحس الآن أحس أم العيال في البيت بينك وبينها مشاكل. كل البيت سبع. لا لا. محول إلى معمل. لا 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 توهقنا، ما في مشاكل. عندي ما أقصد حايس الدنيا. ورشة الحالي. لا لا، الفكرة إنك حايس الدنيا في البيت. لا والله، ولا بداية الأمر بعدين صار لي ورشة خاصة. لا في البداية بالضبط، بالبداية تلقاها وراك يا أخي، شل سباحك، كل العائلة تمشي وراي وتلقط من أسلاك. هذا اللي أقصده. طيب بعدين عملت لك معمل. صار لي معمل الآن، بديت أنتج وتلقيت دعوة من القائمين على بيت حايل أني أشارك معهم بالجنادرية، وشاركت ونقلت معداتي كاملة. الله الحمد والشكر. شفت يعني هم اللي قدموا لك الدعوة، مش أنت اللي تقدمت لهم. لا هم اللي قدموا لي الدعوة، وعسى الله يعافيهم. وأحب أني أشكرهم، وبداية بسمو الأمير سعود بن عبد المحسن والقائمين على بيت حايل الله يعافيهم. الآن يعني هذه قدمتنا الناس كثير وأبرزتنا، عسى الله يعافيهم واشكرهم على هالمجهود. تصدق هذا الدور هو اللي ننتظره فعلا من كل المناطق. مش انا اللي اروح ابحث عنكم يا منطقه عشان تشاركوني. شوف الجماعه، جمال موضوع الاستاذ انهم اللي قالوا له تعال. نعم. ليش قالوا له تعال؟ لان عنده شيء يقدم.
لو نائب رئيس جناح حائر قبل شوية يوم جاني قبل الحلقة قال لي والله جايب لك شيء خاص، هذا من أفضل الناس اللي يعملون السبح، يعني نائب الرئيس جايبه إذا هنا ويتكلم بكل حب، هذا اللي نحتاجه في المسؤول المسؤول عن الجناح. ترى هذه الكبيرة ودي يا أحمد تعرضون اللي في الأرض أي اللي تحت تحت مرة أي هذه خامات هذه خامات حنا اللي تحت يا أحمد أي هذه اللي ماسكها الرجل هذه أبو فهد أول ما جاء يفكرها بلح ما في قهوة كنت تترك سبح الرجال هذه خامات هذه يصنع منها السبح طبعا هذه يسمونها العقود اليمنية القديمة خامتها اللي يسمها باك لايت اللي هي يصنع منها سبح طبعا تتقصص حنا بداية نبتدي بتخطيطه بهالشكل نخططه بعدين نقصه وتطلع مكعبات بعد كذا تقصها إيه بالضبط صغير. هذه تتقطع بعدين تصير مكعبات بعدها تتشكل على شكل خرز يعني هذه الأصل هذه بعدها تتقصص بالضبط طبعا أشكال الخامات تختلف في خامات طبيعية وصناعية وعدة أنواع من الخامات الحين يا أخوي إذا رحنا عند محل السبح ولا شيء ودخلت وسألت لقيت له بكم هذه السبحة يقول لك ب4000 ليه يقول لك من العقيق وما ادري وش قاعد يشرح لك انت ما تدري والله موديك والله لا تدري بالضبط كيف اعرف السبحه وجودتها السبحه الكويسه طبعا يبين من التشطيبات والمصنعيه تشوفها بشكل يعني لمعانة طريقه القص القص اليدوي له قيمه يعني غير القص المكاين وغير طب خلك قريب تكفى لان اي وقت فارسل لك على الواتس بشتري سبحه بقولها ما يبدي حد يمشي عليك يوريك انا حاضر الله انا حاضر باي وقت الله يطول عمرك وتشرف مهندس بما ان المشاركه اليوم العاصمه المقدسه ما هو الافده واطهر بقاع الارض ايش اللي جايبه اليوم تبغى تشرح لنا عليه مهندس انا بس برضو او قبل ما اعرض لك هذه الاشياء خليني اكد لك نفس كلامك اللي انت قلت عليه ترى اماره منطقه مكه حريصه كل الحرص ان هي توجه الدعوه للحرميين وهي تختار وتنتقي بعنايه اجود الشخص يجي يستجدين انه يشارك نعم بالفعل هي اماره منطقه لها دور كبير في جناح منطقه مكه وتقدم دعوات وتختار بعنايه الحرفيين اللي يشاركوا في المهرجان سنويا وطبعا في جهود كبيره بيقدموها الاخوان في اماره منطقه مكه يعني لا نخفيهم جهودهم الله يجزاهم ألف خير على هذا الشيء أما بالنسبة للتقرير أشكرك كل الشكر أشكر زملائي والإخوان أشكرك أنك عرضت التقرير والإخوان جزاهم الله خير إن أنا خاصة أن عرفت أن التقرير هذا المميز أتسجل قبل سويعات من ترى على فكرة كل تقاريرنا طازة ما شاء الله دوار. مثل الأكل اللي تسوونه الآن إحنا تعرفوا لأن برنامجنا اليوم يومي نعم فإحنا نصور في نفس اليوم ومنتج في نفس المكان ونعرض في نفس المكان فأرجع أكرر شكري لزملائي لأنهم الله يستحق وإحنا كمان بدورنا نشكرهم أنهم أظهروا جمال التقرير طلع جماله في جمال الحرف اللي موجودة صحيح. ما تظهر هذه كلها إلا بعملكم وإنتم بجهدكم الله يكرمك نشكركم جزيل الشكر إحنا في بيت مكة طبعا بنقدر كل الزوار اللي يجونا ونفاجئهم مفاجآت طبعا بنعمل اختبارات بسيطة كذا للزوار من حيث أنه نشوف نسأله إيش القطعة هذه إيش تعرف عنها جميل فنقول له مثلا لو عرفت لي القطعة إيش اسمها بس أنا ممكن أعطيك هدية تذكارية هي الهدية ياخدها يعني لكن نحاول يعني نتسلى معه الأشياء كذا أنت حركتها دحين ما حد يجاب عليك والله أنا اليوم لكن والله جميل اليوم سعدت يعني سعادة كبيرة من الشباب المتواجدين كيف وجدت أيام العزاب والله شباب كيف شبابنا رغم برودة الطقس لا نعم. أتكلم أنه يعني كيف شبابنا في مسألة حبهم وهمهم لمسألة نعم. مع الموضوع حقيقة أنا كنت قبل ما أجي مصنف الشباب منهم من هو مهتم في الموروث ويجي يسألك ويناقشك ويقول لك لا هذه أنا شفتها في منطقة ثانية غير منطقتك صحيح. وهذا يكون مطلع وفي جزء ثاني يحب أنه هو يعني ما عنده المعلومة يحب أنه يأخذ المعلومة منك فحقيقة في الأيام هذه واجهنا شباب مطلع ويعرف أشياء كثيرة إحنا يمكن ما يعني نبهنا عليها ما تكلمنا عنها فهو يجي يبادر هو يقول لك لا هذا الشيء كذا وهذا الشيء كذا فإحنا بنقدم أشياء بسيطة طبعا هذا أكثر شيء مطلوب عندنا في جناح منطقة مكة صورة للحرم المكي الشريف طبعا الصورة هذه بنحاول نحن نقدمها هدية لجميع الزوار الله أجمل صورة وهذه اللي احنا بنقول انه يستفيدوا منها الاخوان يعني كل واحد بيعلقها في بيته وفي مكتبه صحيح. ان شاء الله تطلع واضحة في الكاميرا لا بتطلع ليش ما تطلع ان شاء الله هذه صورة الله. للحرم المكي الحرم الصحن مزدحم ووقت صلاة ووقت الركوع الله
الجميع كلهم في أداء الصلاة في ركن نسق واحد نسق واحد بشكل واحد. شوف جمال الصورة كيف طالعة كأنها مرسومة رسم يعني. الله هذه بتقدم هدايا، أجمل هدية، هدايا لجميع الزوار، زوار بيت مكة، بالإضافة إلى أنه إحنا برضو عندنا مرش ماء الورد. الله. طبعاً هذه هويتنا إحنا في 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 بيت مكة لجنادرية 31. كل سنة طبعاً بشكل خارج، كل سنة بنخترع ونبدع هوية جديدة لنا إحنا في بيت مكة. طبعاً هذا حابين تطيبوا الناس بريحة طيبة، وهذه من تراثنا طبعاً، بنقدم لهم مرش مرش العطر كذا بهذا الشكل. نعم حطيناه في نفس هذا. الله يسلمك. هذا لكم طبعا. الله يبارك فيك ولجميع الاخوان ضيوفنا الله يحييهم. الله يطول عمرك. طبعا عندنا شيء ثاني مهم اللي هو الله يبارك فيك طاسه الزمزم. احنا في مكه عاده نشرب الزمزم في طاسه، ما نشربه في كاسه. اها هذه علبه فيها طاسه الزمزم. الله. والطاسه طبعا عليها نحاس وعليها ايات جميل. ايات قرانيه من الداخل. جميل. فعلاً لكم انتقيتوا هديتكم. طبعاً هم إيش؟ هذه تقتنى. لهم عادات في مكة. طبعاً لما يشرب الزمزم لازم يكون الطاسة مبخرة برضه. الله أيوة. ودائماً أهالي مكة دائماً يبحثوا في التفاصيل. يعني شوف العادات والتقاليد في المملكة كلها تكاد تكون واحدة. صحيح. نفس العادات اللي عندنا في الغربية نفسها في الوسطى نفسها في الشرقية نفسها في الشمالية نفسها في الجنوبية. لكن الاهتمام في التفاصيل شوية في المنطقة الغربية يمكن أو في منطقة مكة بالذات. يعني مثلاً يقول لك البخور أنواع. أنا لما أطيب البيت أطيبه بالعود، لكن الموية لازم بالمستكة. بالمستكة. إيه. فهذه تفرق كثير، ودائما يحبوا أهل مكة إنهم يشربوا الموية في الزمزم عفوا في الطاسة المقرية، وبالإضافة إلى تكون مبخرة. الله إيه. هذا شيء ممكن في المدينة نفس الفكرة نحن. يعني بالإضافة حتى الشراب حقة الموية نبخرة. نعم. قبل ما هي حتى حقة زمزم هم بيبخروها بالمستكة عشان تمسك فيها. لا الزمزم بطبيعته هو يعني دائما ما يخلطوا لا مويه الكادي ولا مويه الورد مع الزمزم. المويه العاديه اللي تبخر بس هذه. نعم اللي تبخر الطاسه روح. لكن المويه العاديه يضيفوا لها مويه الورد، يضيفوا لها مويه الكادي عشان يطعموا ريحتها وطعمها يكون مقبول. لكن الزمزم ما يلعب فيه. الله. الزمزم هو بحاله. الله يعطيك العافيه. هدايا قيمه وجميله وفعلا نعم. الواحد يحرص عليها. شباب اذا في عندنا الجوله او التقرير جاهزه. طيب على بال ما تجهز وش رايكم نسمع الشعر؟ الشعر عسير تفضل اللي تبي تفضل. الله يعطيك العافيه. والله انا طال عمرك ممتهن شعر الشعبي. نعم. وبالاخص شعر العرض الجنوبيه ف على هذا النمط. واسمح لي قبلها اني اشكر سيدي صاحب السمو الملك الامير فيصل بن خالد اللي منحني شرف المشاركه. يستاهل ومسي عليه بالخير. والله يطول عمره ويبارك فيكم جميعا. وبما اني موفد من قريه عسير لمنطقه مكه فراح اجي من تراثها عسير. انت مجلسنا اللي نعم. احنا ضيوف عند اهل مكه. اي نعم. تفضل قول. اكيد. الله يطول عمرك تسلم. يلا تنصر ديننا واحفظ حكومتنا وشعبنا تحت راية سيدي سلمان بن عبد العزيز وحكمه ملك الحزم الذي زلزل كيان الفرس والعدوان في بلاد عزها الله بالشريعة والولاء والطاعة ديننا دين الوسط ما نقبل فراط ولا تفريط ويذره من تراب أرض الوطن يفدى بقطرة من دم ويذره من تراب أرض الوطن يفدى بقطرة من دم ويذره من تراب أرض الوطن يفدى بقطرة من دم نستعين بكل ما نملك ولا فيها مساومة بالذخاير والسياسة والقلم والمنبر الإعلامي كل واحد داخل أرض المملكة يحمي حدودها كل منا داخل أرض المملكة يحمي حدودها
سلامتكم. الله يعطيك الصحة والعافية. فعلا كل واحد داخل هذه الحدود حدود المملكة هو حامي لثرى هذه البلاد. مشاهدي الكرام، تكلمنا تذكرون في أول حلقة اللي كانوا تابعونا لما استضفت مدير عام المهرجان الأستاذ سعود الرومي الله يمسيه بالخير، وتكلمنا عن يعني بعيد عن زيارة الناس اللي يأتون إلى الجنادرية، لا تكلمنا عن الداخل. ما هي القيمة التي يضيفها مهرجان الجنادرية بين الوفود نفسها في هذه المناطق؟ يعني اليوم القصيم والمدينة متجاورين، طيب انتهى المهرجان، طيب وبعدين وش صار بين القصيم والمدينة؟ هل تواصلوا؟ هل صار بينهم اتصال؟ هذا اللي كنا نتمناه. اليوم رحنا مهرجان أو جناح منطقة عسير والتقينا في واحدة من أجمل هذه المعاني والصور، الوفود الذي يمثلون المناطق راحوا زيارة العسير. خلونا نشوفها ونرجع، لا تروحون بعيد، احنا الآن في برنامج مجلسنا. الهدف من الاجتماع، ولا ما نسميه اجتماع، نسميه لقاء الحقيقة بين هذه المجموعات، يعني رؤساء الوفود وفود المناطق كل يوم في منطقة، نحن بين أهلنا وأحبابنا وإخواننا، نتدارس جميع المواضيع. ما يهم اجتماعنا هو ما يعني أي مشكلة تحدث لأي منا، سواء في إدارة المهرجان أو سواء في بيوتات المناطق، نستطيع أن نناقشها وبالتالي نضع لها الحدود الحلول المناسبة ونتغلب عليها بإذن الله. هذا هو الهدف. والهدف الآخر والأسمى هو أن نتقارب أكثر ونتعارف أكثر. صحيح أن يعني مجموعات لنا سنوات، ولكن يعني اجتماعاتنا قد تكون لمجرد أي أيام فقط لمدة المهرجان، وقد تكون في اجتماعات أيضا قبل المهرجان، ولكن هذه الاجتماعات اليومية بالتالي هذه تضفي كثيرا من اللحمة بين الجميع، واللقاءات والمودة والتعارف أكثر والشفافية، وأيضا يكون هناك بيننا تباسط أكثر ويكون بيننا تواصل أكثر. تمثلنا الكثير بصراحة، لأن احنا نجتمع فيها أولا نتعرف على بعض، ونحن جايين من جميع مناطق المملكة، ثم نتبادل فيها بعض الآراء والخبرات، وفيها امتزاج للثقافات فيما بيننا. أيضا يكون هناك بعض الاقتراحات التي تحقق الأفضل في هذا المهرجان، ولذلك نرى أنها اجتماعات يعني جدية ومهمة ولها نتائج إيجابية كبيرة إن شاء الله. حقيقة أنه أثر إيجابي واضح. طبعا نحن في أرض الجنادرية مناطق كثيرة، وكل منطقة لها موروث مختلف ولها ثقافة مختلفة. في مثل هذه الاجتماعات يعني نشعر ان الجنادرية يعني ايجابيا سوت هذا المزيج الجميل بين هذه المناطق، وهذا يشكر ويحسب لإدارة المهرجان على رأسهم الأستاذ سعود حقيقة بهذه الفكرة التي نجتمع فيها يوميا، نطرح بعض الأفكار وتناقش حول بعض الأشياء التي تهم المهرجان. حقيقة مثل هذه الاجتماعات علامات مضيئة في آلية المهرجان الوطني للتراث والثقافة، وتجسد مدى الترابط بين إدارة المهرجان ورؤساء الوفود، وأيضا تعبر عن مدى الروح الجيدة
التي تربط بين رؤساء وفود أمارات المناطق وإدارة المهرجان، وأيضا رئيس الوفد يحس بالمسؤولية على عاتقه أن يكون جنبا إلى جنب مع آلية إدارة المهرجان. لفتة جميلة أبو فهد، يعني اليوم رحنا جناح عسير، كانوا هم اللي مستضيفين الأخوان، طبعا هذا بشكل دوري بينهم. إيش رأيك في مثل اللفتة خاصة بين أبناء المناطق نفسها؟ والله إحنا ما اجتمعنا إلا علشان نجتمع، ما اجتمعنا في هالموقع إلا علشان نجتمع من جميع المناطق، نتبادل الزيارات، نتبادل الأحاديث، ننشر ثقافتنا كاملة. الجزيرة المملكة جزيرة كاملة أو قارة ما شاء الله، ثقافة جيزان، ثقافة الشرقية، ثقافة الشمال، لما تمتزج مع بعض ها ويصير في تقارب بيننا، هنا نصير لحمة واحدة، ويفتح المجال لجميع الوفود في التقارب بيننا. أستاذ أمير، بما أنك أنت يعني أحد رؤساء الوفود وكنت اليوم حاضر في هذا، وش انعكاسها عليكم انتم؟ نعم، انا اول شيء اوجه شكري للجهتين، اوجه شكري لهيئه اذاعه والتلفزيون ومثل في برنامجكم الاحترافيه في 3-4 ساعات يطلع تقرير زي هذا، شيء جدا جميل، ولا كنت اتوقع انه يعرض اليوم، كنت اتوقع ما شاء الله ما شاء الله. هذا الشيء الثاني، انا ابغى افصح عن اشياء في داخل الاجتماعات هذه لازم الكل يعرفها. احنا فقط اجتماعنا مو بعد المغرب، اجتماعنا 24 ساعه عبر جروب الواتساب وعبر الجوال. دائما الاستاذ سعود الرومي جزاه الله خير والزملاء رؤساء اللجان بنكون قريبين من بعض، بنزور بعض، امس كانوا عندنا في مكه، اليوم في عسير، بكره في القصيم. صراحه لفته جدا جميله، رائع. كل يوم بنطرح امور كثيره، سلبيات كثيره بنناقشها، وان شاء الله باذن الله انها تثمر للزائر الكريم. ممتاز. اهل فرسان يعني هذا نقول الخبيل في جنوبنا الأشم هناك، هذه الجزيرة الرائعة، ما شاء الله مشاركة اليوم، أشوفك جايب الأشياء الجميلة هذه، وش طبيعة مشاركتك؟ والله طبيعة أنا كوني مشرفة على البيت الفرساني. ممتاز. جايب صورة للبيت الفرساني اللي يمثل بيت أحمد منور. يا ريتك توجه للكاميرا. ممتاز. بيت أحمد منور الرفاعي، تاجر اللول الشهير في جزيرة فرسان. نعم. هذا الرجل بحكم تجارته في اللول وسفريات البلاد الهند والمغرب، تأثره بالحضارات التي شاهدها، فأنشأ هذا البيت عام 1341، يعني ما يقارب 90 أو 95 سنة البيت هذا، وهو أحد المزارات الآن السياحية في جزيرة فرسان. في البيت هذا بطريقة مختلفة. نعم، في البيت هذا الآن عملنا نموذج له في منطقة في جناح منطقة جيزان. أنتم ما شاء الله عندكم تجديد على فكرة بجيزان، تجديد مرة رائع. طبعا تنفرد قرية جيزان بالبيئات الجبلية والتهامية والبحرية، هذه ميزه لها يعطيها. داخل البيت الفرساني جبت نماذج لمنتجات الاسر. هذه الاسره المنتجه؟ اي نعم. هذه ما شاء الله العروسه، هي العروس الجزائريه من الاسره المنتجه؟ العروس لبس الفتاه الفرسانيه. الفرساني نعم. الله. إيه ولها عليها اقبال مثل هذه الامور. اكيد، خاصه من العوائل والله جميلة. هذه باخذها لمكة والله هي قريبه من مكة اليوم. طبعا ثقافات تتقارب مع بعض. نعم. صحيح. جميل. انا اعلق على الاخ يعني الروشان برضو في 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 جزر فرسان في روشان يعني موجود. نعم موجود في البيوت الفرسانية. طيب انت الان قاعد تعرض لنا اللي هو داخل البيت الفرساني فيه حرفيات، في حرفي وحرفيات، الحرفيات والحرفيين، هذا نتاجه. هذا نتاجه. جميل. هذا المشغولات اليدويه. جميل. هذه من شجر الدوم. سلمان الحزن دام عزك يا وطن. الله، معموله كذا بشكل. هذه مصنوعه من شجر الدوم. شجر الدوم. شجر الدوم هذا وين توجد؟ من السعف نفسه. من السعف. واحد احد النساء اللي تعمل هي اللي سوتها. الله. بالمناسبه مثل ما لي يعني الرجال والمشاركين حق علينا في المشاركه، ترى احنا مخصصين يوم للحرفيات والمشاركات من امهاتنا كبيرات السن اللي قدموا من كل المناطق، لهم الحق في أن نبرز ما قدموا من أجله، وإن شاء الله حيكون لهم يوم مخصص لعرض
مقترياتهم. عندنا أكثر من 15 أسرة منتجة مشاركة معنا في منطقة جيزان. أنا صراحة فخور بهذا الموضوع يا جماعة والله. بعضهم يا أستاذ ناصر فخور بمشاركة الأسر المنتجة مع المناطق، هذه لفتة جميلة. وبعضهم قدموا عن طريق البر، تخيل المسافة اللي ما بين جيزان والرياض وأساس أنه يشاركوا معنا في ذلك. هم يبغون عن طريق البر عشان بضايعهم ويحبهم بالبر هذه تلقاها حريصة مع أغراضها أكيد. طيب خلنا ننتقل من السعف ومن الدمية أو العروسة ومن الحديث عن هذا الخبير الجميل في جنوبنا إلى النحل والعسل وسرات الباحة. الله يحييك أخوي، تفضل. الله يبقيك. عندنا أتشرف أخوي عادل أنك للعام الثاني على التوالي ضيف في هذا المجلس. عندنا هذا عسل السدر، الله السنة هذه من منطقة الباحة، عسل يعني جودة عالية. يا ريتك توجه على الكاميرا، هي قاعدة تتابعك الآن. نعم نعم، هذا عسل السدر. نعم، دائما السدر هو اللي يقولون عنه للعلاج، ولا السدر يستخدم لكل شيء؟ والله هو علاج وغير، يعني في المناسبات وش يفضلون الناس بالذات اللي يستخدمون العسل مع بعض الأكلات الشعبية؟ والله يفضلون السدر والشوك اللي هو الطلح. آه، يفضلون مع الأكل، خاصة الجنوب يفضلون الطلح على الأكل. وعادة يستخدم الأقراص ولا العسل اللي هو يستخدم الرعي. هذا يستخدم هذا. أنت وش تفضل؟ والله كلها طيب. طيب وش النوع الثاني؟ الله يسلمك. هذا عسل الزهور عندنا السنة هذه. الزهور؟ نعم، هذا غذاء النحل يكون من الزهور، من الجبلية. له نكهة معينة أو طعم معين؟ نكهة طبعا، نكهة الزهور. نكهة الزهور. الله. نعم. صيفي يسمونه، صيفي يسمونه زهور يعني. كيف كان إقبال الناس معاكم العام؟ لا تمام الحمد لله. الحمد لله. نعم، أموركم طيبة. الله يجعلها إن شاء الله. الله يسلمك. أستاذ سالم وش رأيك؟ والله شيء جميل. طيب وش رأيك نسمع شيء جميل منك بعد؟ والله الله يسلمك، وشرف لي. أولا نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الأمن والأمان. اللهم لله. هل شاهدتم بلد في حرب في الجنوب واحتفالات في الوسطى وفي الشرقية وفي الغربية؟ جميع البلدان اللي تمر بالحروب يا أخوان ترتفع الأسعار، فنحمد الله سبحانه وتعالى آمنين، تقام الأفراح والجنادرية. رسالة لهؤلاء الأعداء اللي يحاولون كسر الصف، ولكن نحن أقوياء بالله ثم خادم الحرمين الشريفين. وأحب أوضح للمشاهد العزيز أنه كل ليلة برنامج مجلسنا الحديث لمنطقة معينة. الليلة مثلاً نحن في ضيافة مكة، الحديث لأهل مكة عن كل شيء عن مكة. الله. وحنا إن شاء الله يا الحدود الشمالية، أي يوم الثلاثاء حنا المعازيب ونبي نقول كل شيء عن الحدود الشمالية. صحيح، ولكن لا يفوتني. أشكرك أيضاً على التزامك. والله ودي ما يحصل بس تكلم كلمتي إلا قل. إيه، لأنه الحمد لله والشكر بعد النجاح المنقطع النظير العام للحدود الشمالية، أي هذا العام لدينا نقلة كبيرة بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم دعم أمير منطقة الحدود الشمالية وكذلك الأستاذ خرف القران وتعاون جميع الزملاء. هذا العام الجناح مختلف في الأقسام، تنوع الأقسام، سواء طريف سواء رفحة، الحدود الشمالية، الأسر المنتجة، معرض الطيور، ما شاء الله. وكذلك الحين أنت على أساس أنك يعني ما قلت لا لا خلص، بس 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 كلمتي خلص البرنامج. كذلك الفنون الشعبية، ومن ميزتها عندنا في الجناح الحدود الشمالية الدحة. الدحة اللي يدح الجمهور دفع، لذلك طالبنا بالاستمرار. وأترك الجميع عن كل هذا وذاك إلى يوم الثلاثاء، شاهدونا على الهواء لنعرفكم كل شيء. هذا 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 برومو إعلان، خلاص خلاص انتهى يوم الثلاثاء. هل يسمح يوم الثلاثاء بالفروة ولا لا؟ الحين سؤال سم، وش بتقول يوم الثلاثاء؟ ها؟ أنت قلت كل شيء. لا ما سمعت. والله يا هو إعلان غير طبيعي. ها؟ لكن تستاهلون. الله يطول عمرك. والثلاثان بنجيب الألحان الشمالية ونجيب. لا ولا الدحة كلهم هنا. حي وانتظرونا، عندنا مفاجآت. خلاص انتهى البرنامج. خلاص طال عمرك. شكرا. أنا شاكر لك وشاكر للزملاء جميعاً. مش فيك بتختم. خلنا نسمع شاعر الجوف. الله
يعافيك وابو جهابل ما قصر الله يسلمك. عطنا قصيد. باختصر عشان مثل ما قال الله يعطيك العافيه. يقول العين تنظر وشبحه عالية النايف. الله. العين تنظر وشبحه عالي النايف وبيوت شعري العين الدار مبنية الحمد لله أشوفه غيرنا شايف ولمن موجود والخطة سياسية اللي هنا ساكن واللي ورا الطايف لمن بذن الوليمية على مية اللي هنا ساكن واللي ورا الطايف لمن بذن الوليمية على مية الحمد لله أمان ولا حد خاير الله. والدار بجنود محروسة ومحمية عاش الوطن والمليك وعاش بالنايف وتعيش قوات برية وجوية الله 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 عليك عاش الوطن والمليك وعاش بالنايف وتعيش قوات برية وجوية في ظل في ظل في ظل سلمان كل الشعب متكايف والشعب وافي الحكام السعودية الله 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 يسامحك الله يبين والله ما اجمل الشعر اذا صار في الوطن شباب جولة سلمان جاهزة طيب على بال ما تجهز نروح اكيد في ناس شاركوا وفي ناس ما شاركوا طيب ابو فهد سم وش رايك في اللي يدور في الجنادرية حتى اليوم والله اللي يدور بالجنادرية لحد الآن بما أنك يعني تتجول وتروح وتدخل الأجنحة وتجي هنا وتروح وش لفت انتباهك أكثر شيء في التطوير لأن الناس في الحرس ترى يحرصون على التطوير تغيرت عن العام كثير أكيد جناح مكة إلى الأحسن ما جون تغيرت عن العام إلى الأحسن في تطور كبير جميل في تطور كبير وخاصة أنا ألاحظ السنة هذه في شباب بيدهم إنتاجية جيدة قاعد يقدمون نفسهم بشكل جيد؟ سم. قاعد يقدمون نفسهم بشكل جيد؟ نعم يقدمون إنتاجيات جيدة في شتى الحرف اليدوية ممتاز وما قصروا لما قالوا إنه الشخص ولده والظاهر إن الولد بيغلب أبوه إن شاء الله أنا قبل شوي لفت انتباهي التقرير مكة اللي في الأخير نعم. النحاسيات نعم لما قال الله يرحمه ويغفر لأبوي نعم علمني وأعطاني هذا نعم مشارك معنا وها؟ الصبر أبوه كان مشارك نعم. معكم نعم. لاحظته بس من كلامه قال كلمة يعني باقي لازالت في ذهني إلى الآن اللي هي علمتني الصبر فما أجمل أن يكون عندك مهنة تتعلم وتستفيد منها صحيح الوظائف جيدة والرواتب جيدة لكن بما أننا تكلمنا عن الوظائف وعن المهن والأستاذ اللي جاي من حائل موضوع السباح رجل قال أنا موظف أول ما قعد شو الفرق بين الوظيفة وبين أول ما مارست وبدأت فعلا في التجارة في موضوع السباح أنا بعيد كلامي أنا اللي بكرره واللي أبي الناس تفهمه أي. أنه استثمر بهوايتك ترى من أعظم الاستثمارات الشباب قبل سووا معنا مقابلة قال السعيد من كانت تجارته هوايته الله فعلا هذا أنا هذه كلمة كبيرة هذه أنه الشيء اللي تهواه استثمر فيه ما له لزوم انك تنتظر حتى الشباب اللي ما توظفوا في فرص وفي ناس تساعد وفي ناس تقدم لك المساعده بالتدريب إبراهيم بعض الناس سبحان الله عنده خجل عجيب صحيح يعني يقول لك مثلا انا ما والله خايف ولا خجلان ولا لا من اروح من يعني تجد في ناس عندهم امكانيات غير طبيعيه مواهب لكن ما ولا عندهم تقدير لانفسهم مع الاسف انا اقول للشباب اللي بيده موهبه ترك انت فريد من نوعك استثمرها استثمرها اشتغل فيها يعني اكيد في ناس الحين تتابعن كثير اللي رسام اللي فنان اللي نحات اللي لكنه ما هو جالس يشتغل فيها ممكن انه جالس يسويها كهوايه واذا سال واحد عنه قال لا ما سويت شيء انا ما ولا شيء مستحي من نفسه بالعكس هذا اللي اقوله الخجل هذا يا اخي اخجل من الشيء اللي فعلا يسبب الخجل في خجل صحيح في خجل عند الشباب وفي تردد صحيح يبون من يمسكهم بيدهم ويدلهم على الطريق صح يا اخي يجي الواحد مطلع من غرفه نومه وانا من هالمكان يقول يلا تعال الله يخليك تسوي سباحه لا عفوا لا عفوا ما اقول لك طيب انت موهوب طور اللي هو التشجيع صحيح التشجيع والله شوف انا ما قصروا فيها الان حكومتنا الله يسلمهم في عندنا هيئة السياحة والتراث عندنا نظام برنامج بارع وجدت تشجيع يا ابوي اي نعم وسجلونا وزارونا ووقفوا معي وحتى طلبوا مني اعمال ونفذتها طيب
يعني لله الحمد والشكر. بس هو راح. أنا أقول هذا هو قال أنا موجود اليوم السياحة معه. المسؤولين عن الجنادية قالوا له تعال تفضل. يطول لي عمرك أنا ما أروح جونن. أنا أقول للناس قالوا له تفضل. بس قل أنا بشتغل. صحيح. قل أنا بشتغل ترى تلقى اللي يقف معك. تلقى اللي يقول لك يلا تعال. وأنا من هالمكان أي أحد يبي يتعلم يبي يبدع أنا على استعداد إني أعلمه. نحن لله الحمد بلد كبير وسوق مفتوح ونقدر نعلم كثير ونقدر نخلي هالشباب ينتجون ويسوون كل شيء. يعطيك الصحة والعافية على بال ما يحطون الأخوان الـ الـ الأكل المقدم اليوم من مكة. بنكمل حديثنا حتى يجهز. الله يكثر خيره. الله يكثر خيركم ألف مرة طبعا. وإحنا حبينا نشير على موضوع أخوي ناصر يعني موضوع الفعاليات. إحنا ولله الحمد لهذا العام أطلقنا منصات تفاعلية في المواقع موقع إلكترونية. كل شخص اللون اللي يكون قريب منه من مزبار من مخبيت من فكلور من مسرحيات بتشارك فيها جامعات المنطقة ممكن يخش على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وإنستغرام وسناب شات. يعني أنتوا تركتوا مجال للي يحس نفسه عنده رغبة بكذا. يكون عنده بالساعة وبالتاريخ على أساس إنه لا يكون بيجي وما هو عارف إيش اليوم في مزبار. أنت قصدك يعني اللي الآن الزوار اللي بيجوا. نعم في جداول. ويعرفوا أنتوا بالنسبة لكم إيش عندكم في هذا. إيش عندي اليوم؟ إيش عندي اليوم؟ إيش عندي بكرة؟ فبيكون معانا على المواقع التواصل الاجتماعي لإمارة المنطقة والجناح مكة في الجنادرية إن شاء الله. أنتوا لكم تويتر وكذا. تويتر وإنستغرام وسناب شات. نعم. الله يعطيكم الصحة والعافية. الأخوان طبعا قدموا هدية للمجلس ولكل أعضاء المجلس. يا ريت والله شباب تجيبون الهدايا اللي قدموها الأخوان عشان تعطونها الأخوان اللي حاضرين في المجلس. طبعا هذه مقدمة من مكة المكرمة وتحديدا من العاصمة المقدسة. أجمل هدية الصورة والعطر وال إيش سميتها لي المرش طاسة الزمزم. فكثر الله خيركم أولا على الأكل اللي قدمتوه اليوم واللي يمثل العاصمة المقدسة. إيش الأنواع اللي جبتوها اليوم إيش هي؟ والله إحنا شاركنا اليوم بالمنتو والفرموزة الفول المعصوب الرز البخاري. الكثير يتوقع انه البخاري مرتبط بهذا هو الرز معناه رز بالبخار يعني بيعمل بالبخار وهذا. مشارك معنا شخص يحبوا نعم من اهل الطائف. الطائف مشارك معنا شخص لهذه المهنه. وايضا السلات المعروف سوبيا الخضري يعني الحمد لله شاركنا. تفضل اعطي الاخوان اليمين هذه باسم طبعا انا ما حتكلم الاستاذ اللي حيتكلم لانها مقدمه منهم. نعم الله يحييكم امانه العاصمه ما قصروا معنا في الأذن. اتمنى ان تنال الاعجاب. الله يكثر خيرك. اتمنى تنال الاعجاب. اعطي الاخوان عندنا الف شكر. عقبال ما نجيب لكم لانش من الشباب وان شاء الله الزوار برضو لهم هدايا مفاجات مختلفه. كثر الله خيركم على هذه الهدايا القيمه. مشاهدي الكرام يعني دائما الاوقات الجميله والرائعه تبدا وتتسارع وتنتهي بوقت مبكر. لكن الذي يجبر ما في خواطرنا هو أن تحت مظلة وسقف هذا المجلس مجلسنا يوجد أناس عطروا بوقتهم الثمين عندما لبوا نداء هذا البرنامج وحضروا لنشاهد ونسمع. اليوم سمعنا هذه القيمة الرائعة من حايل وهذه النصائح الرائعة. سمعنا أبو فهد وسمعنا مكة سمعنا الشرقية والنهام وهو يدعو بصوته البحري. سمعنا كذلك المدينة المنورة وسمعنا عن طريق الشعر. ولا ننسى أن سمعنا سالم الجهبر من الحدود الشمالية عمل إعلان مدة ثلث ساعة. عموما مشاهدينا الكرام انتهت الإجازة. جبر الله قلب من فقد وأمد في عمري من بقي وشفى الله كل من مرض. اللهم اجعلنا ندرك أياما قادمة تحت رحمتك ورضاك. الحمد لله حبا الحمد لله شكرا الحمد لله يوما وشهرا وفخرا. اللهم سدد رمي جنودنا على الحدود. اللهم سدد رميهم يا رب العالمين. واللهم اشغل كل من يريد ببلادنا سوءا كائنا من كان. مشاهدينا بكرة الساعة 11 المساء إن شاء الله موعد جديد لبرنامج مجلسنا. ضيوف جدد وضيف شرف جديد ولقاء جديد من الجنادرية. هذا ناصر حفتر والزملاء الكرام يودعونكم في أمان الله.